اللي بعد فوزه في 10 طاوله بوليت استيميشن بعد ما يحل لغز ميكي. اه والله احنا في منتهى اللذاذه تافهين جدا. الوقت اللي انت بتقفشيه فيه بيتشات مع واحده او بيبص على واحده معديه، نعم، او اتلخبط في اسمك اتقالي، بس ده لو حصل يبقى يوم سعدك. ممكن تكتبي شقه فصل باسمك في ثانيه وانت قاعده، لان هو في موقف صعب. الست الناصحه بقى هي اللي تقفش الراجل في الوقت ده، دي الهابي اور ساعة الحظ. ما انا لسه شارح. النصيحة التانية بقى، حاول ان انت تنفخي. هو ده. لا 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 لا، انت دماغك راحت لفين؟ ادخلي معاه في اي نقاش واخسري كده تبقي